الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من هنا نعلم أيها الأحباب أن شكر النعمة سبب لدوام هذه النعمة وزيادتها وحفظها على الإنسان، فالله عز وجل امتدح شاكرين النعم وجعلهم قلة قليلة من المسلمين، وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. لذلك أيها الأحباب، شكر النعمة مطلوب من كل إنسان حتى يديم الله عز وجل عليه هذه النعمة وتزداد، كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم إن العيش مع النعم وكثرة ممارسة هذه النعم والعيش معها ربما ينسي الإنسان شكر هذه النعم، فعلينا أن نداوم على شكر الله عز وجل حتى لا نبتلى بفقد هذه النعم فنشكر الله عز وجل عليها فيما مضى. لذلك أيها الأحباب، في كل وقت وفي كل حين علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونكثر من شكر الله عز وجل على نعمه، ومن شكر نعم الله سبحانه وتعالى لكل نعمة أن نستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما قال العلماء: هذه هي زكاة هذه النعم، فزكاة العلم أن تؤدي، وزكاة المال أن تخرج منه الصدقة، وزكاة الصحة أن تستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى.